حف في شارع النهار بقى باخصائي الطب النفسي ورعايه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه دكتوره ريم الفقي ازيك عامله ايه الحمد لله آه عايزين نفهم الناس اهميه الطب النفسي للاطفال اوكي هو طبعا الطب النفسي للاطفال آه بيبقى بيهتم بالطفل من سن زيرو من اول ما يتولد لحد 18 سنه لان هي دي الفتره بتاعه تكوين شخصيه اي بني ادم يعني اللي هي اول 18 سنه دول فالمفروض ان احنا مع طبيب الاطفال مع طبيب التخاطب مع دكتور العلاج الطبيعي بنبقى بنهتم بالطفل بنشوف التطور بتاعه في الحركه في اللغه في التطور في التواصل الاجتماعي عشان نعرف النمو بتاع الطفل ماشي حسب سنه صح ولا متاخر. طيب لو احنا عندنا طفل متاخر في الكلام بتاعه نساعده ازاي؟ بصي هو مبدئيا احنا لازم يبقى الاهالي اصلا عارفين امتى ممكن يبقى الطفل متاخر في الكلام من امتى بقى يعني احنا عندنا الطفل بيبتدي يقول ماما وبابا على سن تسعة شهور مثلا لسنه تسعة شهور اه بعد كده عند سن سنتين مثلا بيبدا يقول جمله من ثلاث كلمات على اربع سنين ممكن يبقى يقول اسمه وسنه وهو ولد ولا بنت ست سنين بقى بيبتدي يبقى عنده طلاقه شويه في الكلام فاحنا المفروض ان احنا بنبقى بنتابع مع طبيب الاطفال على التطورات دي كلها لو لقوا ان في تاخر بيبقى بيروحوا للطبيب الاطفال وطبيب النفسي وبنعمل مبدئيا تشيك اب يعني بنشوف الودن بنسمع صح ولا لا وبيعمل مقياس سمع وضغط اذن على اساس ان في طبقات بنسمعها في الصوت يعني بنسمع حروف بصوت عالي وصوت واطي فنتاكد بس ان المشكله مش عضويه مش مشكله في السمع يعني طبعا الحاجه الثانيه احنا لازم نقوي اللغه الام لان في دلوقتي يعني اباء وأمهات كتير بيبقوا اه بيتكلموا مع الطفل جدا انجلش وفرنساوي وبعدين اه فتلاقي الولد مش عايز مش عارف يتفاعل مع الاطفال الثانيه ما يجي يخش الحضانه او المدرسه اللي هو انا طول الوقت في البيت بيكلموني انجلش لما حد يجي يسالني اسمك ايه يا حبيبي ما بقاش فاهم ليه مش متعود على العربي يا حقيقي. طيب التوحد عند الطفل ازاي نكتشفه بدري ونعالجه اوكي هو التوحد عامه هو تاخر حاد جدا في التواصل الاجتماعي تمام. فالطفل اللي هو اللي عنده توحد بيبقى دايما منغلق على نفسه روتيني جدا ما يحبش يغير الروتين بتاعه مش عارف يتواصل حتى بال بالاي كونتاكت يعني برضو لازم نتابع بنتابع التواصل الطبيعي بتاع الطفل ان هو المفروض على سن تسعة شهور كده بيبقى بيويف باي باي على سنتين هيبتدي يقلد الاباء او الامهات يبتدي يلعب مع اطفال تانية. بقى. يعني على سنتين او ثلاثه هو المفروض التوحد بيتشخص بعد ثلاث سنين ثلاث سنين اه بس عشان اقول توحد ده يبقى لازم آه ان انا ابقى عامله كل اللي عليا يعني البيت مادي دوره في تطوير الطفل، الحضانه، المدرسه، ابقى حاولت مع الطفل في كل حاجه عشان ان هو يبقى وصل لمرحله ان هو منغلق على نفسه ومش بيتواصل مع العالم خالص ودي محتاجة طبعا طبيب نفسي هو اللي يشخصها يعني لإن التوحد ده بنشخصه clinical يعني بالكشف على الطفل الفحص وكمان بنعمل اختبارات نفسية عشان نشوف درجة التوحد عند الطفل ايه وبعدين بنساعده بقى بجلسات بنشوف تأخر في الكلام جلسات تنمية مهارات اجتماعية بنخلي الأطفال يعني الطفل دايما أهم حاجة ما يقعدش لوحده ما يبقاش قاعد دايما قدام التلفزيون أو اللابتوب طبعا دلوقتي ال... ده أكتر حاجة بتحسن. اه بقى زيادة جدا فبقى الطفل دايما بيسمع كلام ويشوف كلام هو مش فاهمه ويوتيوب بقى بيبقى ستريمينج حاجات فيديوز عربي على إنجليزي على تشاينيز على كده فعشان كده هو بيبقى بيدندن أي حاجة وخلاص يبقى الأهل فرحانين بس هو مش فاهم وهو عايش في عالم لوحده هو بيقلد م -م. بيقلد م -م. طيب الطفل اللي عنده توحد هل يدخل مدرسه عاديه عادي ولا ده بعد كده بيسبب له ضرر نفسي بصي هو بالنسبه للحضانه هو المفروض يخش حضانه عاديه غير لو ما عرفش يتكيف بنحاول معاه زي ما قلت لك جلسات تنميه مهارات تعديل سلوك جلسات تنميه مهارات اجتماعيه في سنتر مثلا او حضانه زي احتياجات خاصه موضوع المدرسه ده بيبقى ليه شقين يعني شق تبع وزاره التربيه والتعليم هم بيبقوا محددين مثلا ايه الكاتيجوريز بتاعه الاطفال بالاعراض اللي عندهم بالامراض اللي عندهم اللي ممكن يخشوا سبيشال كلاسز او مدارس زي احتياجات خاصه وطبعا ده بيعتمد على اختبار الذكاء والقدرات بتاعته مهاراته لان في زو... يعني في في الاطفال اللي هم التوحد بيبقى اللي هو درجته قليله ممكن بيعرف يتقبل منك معلومه يعرف يتفاعل مع الاطفال الثانيه كده لكن لو هو الدرجه بتاعته سيفير قوي يعني درجه قصوى هيبقى محتاج رعايه فاحتمال تلاقيه محتاج ان هو يخش مدرسه يعني خاصه خاصه بالمجد. اه خاصه عشان احتياجاته يعني عشان كده هم طيب. بيبقى محتاجين اهتمام في مخلوق. عدد جلسات معينه للطفل علشان يقدر يتخطى بيها مشكله مشكلته في الكلام ولا هو ده حسب كل طفل وحسب كل بروجرام يعني حسب يعني كل بروجرام بيتعمل مخصوص للطفل اللي هو حسب احتياجاته في اطفال بيبقى عندها مشكله معينه مثلا في تركيب الكلام مم. في اطفال بتبقى في الضمائر ومخارج الحروف في اطفال هم مش بيعرفوا اصلا يركبوا قصه او بيبقى عندهم الكلام قليل جدا one وورد مثلا جمله من كلمتين وهو يكون عنده زي ما بقول مثلا خمس او ست سنين المفروض يحكي قصه بس بيقول مثلا عايز اشرب عايز اكل وخلاص فده بيبقى حسب التقييم بتاع الدكتور وحسب مم. برضو تفاعل الام والاب مم. يعني احنا ما احنا بندي تدريبات معينه مم. مثلا نص ساعه او ساعه السيشن مم. ممكن بتبقى نص ساعه او ساعه بعد كده المفروض الام تبقى هي يا اما بتحضر الجلسه مع الطفل يا اما بتبقى في البيت بتاخد تعليمات من الدكتور انت هتعملي كذا وهتتكلمي معاه في كذا واهم حاجه ان هو برضو الذكاء بتاع الطفل او بتاعنا كلنا مم. يعني بيبقى بيعتمد على الحته اللغويه والغير لغويه والاجتماعيه فانا طول الوقت لازم بستقبل معلومات وبستعملها فلازم الام تبقى عارفه كده ان هي لازم طول الوقت اول ما البيبي يتولد اي نعم مش هبيبي بيستوعب كل حاجه بس تبقى تقول له ايه ده شايف القطه بتقول نو وايه ده والشجره لونها اخضر يعلموه بت... يعني آه. ياخدوا يده معاه لأنه ما يفضلش دايما قدام اجهزه الكمبيوتر والتلفزيون واليوتيوب وك... لا ياخدوا يتكلموا معاه في الحاجات اللي حواليه طيب تنصحي بقى اي اب وام يتعاملوا ازاي مع ابنهم؟ او اولادهم عامه علشان ما يطلعوش عندهم اي مرض نفسي اوكي هو احنا هو مشاكل نفسيه بشكل بقى عام كله آه هو احنا مبدئيا يعني النصايح العامه بالنسبه للاباء والامهات ان احنا لازم دايما آه ما ننتقدش الاطفال كتير ما بيبقاش في انتقاد او مقارنه بالذات المقارنه بين الاخوات او الزمايل او القرايب لان احنا كل طفل ليه قدرات خاصه اه كل واحد ليه قدرات خاصه وليه تطوره السرعه بتاعته والزمن مختلف وكل حاجه تاني حاجه ان احنا لازم ما يبقاش يعني يبقى في ثواب وعقاب نظام الثواب والعقاب ودايما نحفز السلوكيات الايجابيه حسب بقى يا اما المكافاه تبقى معنويه ان انا اقول له دايما كلام اشجعه بيه واحفزه دايما ان هو يعمل اهدافه واقول له صح وبرافو ولا اي حاجه يعملها والمجهود نفسه فكره المجهود اللي بيتعمل مش لازم دايما اكسب او كده بس المجهود برضو لازم يتقدر العقاب بقى ما يبقاش لا ضرب ولا زعيق يبقى حرمان من المكافاه ولو مكافاه مثلا تبقى حاجه كل شويه كده كل فتره لعبه خروجه اه لا طبعا حلويات دي آه <تصفيق> <تصفيق> السنان آه. والهايبر اكتيفيتي آه. بتزود الحركه وحاجات كتير يعني فبس وبعدين ممكن برضو نلعبهم رياضه الرياضه بتطلع الطاقة الزيادة عند الطفل وبتعلمه روح التعاون وروح المنافسة الشريفة ده يعني بالنسبة للأطفال كلها يعني أه بس لو في حاجات كل طفل بيبقى محتاج حاجات معينه يعني ممكن مثلا اعراض النفسيه عند الاطفال بتختلف عن الكبار يعني احنا مثلا لو لقينا على الطفل اعراض اعراض قلق بان هو مثلا اضطراب في النوم اضطراب في الاكل اضطراب في المزاج ساعات الاطفال لما بيزعلوا مش بيبقوا زينا احنا لما نزعل ممكن نقعد نعيط نضايق ناخد يزنوا جنب في هو ممكن اه و... يبقى عندهم حركه زياده او عنف فلازم افرق العنف اللي عندهم او الحركه الزياده ده اضطراب مثلا حاجه زي فرط حركه وتشتت انتباه ولا ده قلق واكتئاب ولا دي مثلا حاجات ظروف اجتماعيه ممكن نحلها يعني نعمل زي فاميلي ثيرابي او حاجه ارشاد اسري للعيله كلها عشان نظبط له بس الحاجات دي يعني عاده الاطفال بنعتمد اكتر في الجلسات وطبعا ان احنا نشوف ايه العوامل لان في كذا عامل بيأثر على الطفل أوه. يعني على المرض دلوقتي النفسي على الاطفال كلها دلوقتي ماسكين التابلت والموبايل <applause> وجامز طول الوقت عايزين نعرف ايه الأضرار اللي بتسببها الحاجات دي كلها وإيه برضو منافعها ليهم اوكي okay. يعني خلينا نتكلم عن المنافع الاول عشان ما نبقاش <applause> <también> بننتقدها <صح>. فهي <applause> <applause> المنافع بتاعه الالكترونيك عامه ان احنا ممكن ننزل عليها برامج تعليميه أه بس هي منظمه الصحه العالميه كانت نزلت يعني زي نصايح بالوقت المخصص لكل سن يعني فكل سن ليه وقت مخصص المفروض يقعد فيه على كل الالكترونكس عامه يعني فهي ممكن تفيد في الكلام معلومات أه لعب احيانا ممكن نقول برضو لعب كده المشكلة الأضرار بتاعتها بقى لو ما استعملناهاش يعني لو أي حاجة مالهاش حدود مم. يعني مفيش توازن في الاستعمال ممتع. هيبقى عندك أولاً الأشعة اللي بتطلع من الإلكترونكس دي بتقلل النظر بتقلل التركيز في أحيان أحياناً الأطفال اللي بيبقى عندهم عرضة للصرع أو التشنجات يعني كان في كارتون شينيز كده لقوا إن هو الجرافيكس الألوان اللي فيه بتعمل يعني ستيميليشن بتحفز المخ إن هو الكهرباء عنده تزيد فبتزود الكهرباء في الدماغ فإحنا طبعاً لازم عارفين بنتفرج على ايه وايه المفيد وايه لا حقيقة. حقيقة. يعني بقى شايفين الولاد بيتفرجوا على ايه مبدئيا تاني حاجه بالنسبه للكلام طبعا بتاثر جامد على الكلام يعني لو بنتفرج على حاجات بلغات معينه ماشي بتساعدنا يعني الطفل بعد سنه سنتين ممكن يستقبل لغتين يعني عنده القدره المخ ان هو يبقى بيتكلم لغتين او ثلاثه بس يعني نقوي اللغه الام اللي هي العربي, العربي الأول, الاول طبعا, طبعًا. فاحنا ممكن لو شغلنا حاجات معينه اللي ليها علاقه مثلا باللغه بالتعليم باللعب الشاي. الحاجات آه. بتاعتنا بتاعت زمان الحلوه بس هو يفضل اكتر ما يبقاش معتمدين على فيه زي ما بقول لحضرتك الخروج مثلا آه الالعاب المجسمه النادي طبعا النادي او الالعاب المزك المجسمه او حتى الحاجه الحقيقيه يعني ممكن مثلا ام تاخد الاطفال معها المطبخ بس تشيل طبعا السكاكين والحاجات الخطر دي تاخدهم وتقول لهم التفاحه لان الطفل برده مش بيعتمد على حاسه واحده يعني انا لما باجي اتعلم بعتمد على حاسه الشم على حاسه اللمس أو التذوق يعني انا البرين بتاعي المخ بتاعي بيعمل آه زي ذاكره في كل حاجه سمعيه وبصريه وكل حاجه فلازم استعملهم كلهم هي مشكله التابلت او التليفون أنتي بتشوفي حاجه مش بتشوفيها قدامك 3 d مش بتلمسيها مش بتشميها مش بتحسيها فانا لو قعدت اوريله دي ايه ابل والابل اهي طب انا لما اجي اشوفها على الحقيقه ما لازم اشوفها على الحقيقه، اشوف ان هي التفاحه وفي منها كذا لون، يعني ابقى مش بس منغلق لان ده طبعا بيؤدي ليتر اون طبعا في السيفير كيسز الاطفال اللي عندها عرضه للتوحد، مم. يعني المرض بتاع الزتويه ده اللي هو طول النهار انا قاعد مش ب... مش بتصل بالعالم الخارجي وقاعد لوحدي وبسمع حاجات مش فاهمها. على جهاز ومفيش اي حاجه تانيه. طيب ايه المؤشرات اللي تخلي الاب والام ياخدوا ابنهم لدكتور نفسي يعني زي الانانيه والكذب؟ يبتدوا بقى هم يتجهوا للدكتور بعد الفشل؟ لا يعني مش فاشل يعني ان <applause> <applause> هم يعالجوه بنفسهم بس هم بيودوه الدكتور لان هم خلاص مش لاقين لق... حل <مم> يعني بيبتدوا ياخدوه الدكتور علشان يشوفوا آه يت... هيتعاملوا هم اصلا معاه ازاي عشان ما يضرهوش اكتر امتى بقى يشوفوا ده؟ بصي هو دلوقتي الحلو ان بقى فيه وعي اكتر وبقى فيه اهالي كتير بيجوا اصلا ياخدوا نصائح عشان اللي هو للتربيه عشان مم. الطفل يبقى كويس والمدارس برضو بقت تستعين بالاطباء النفسيين هي الفكره ان هو انا الطفل بيجي لي يا اما لو الاهل شافوا زي ما بقول لحضرتك مثلا اي مشاكل صحيه عليه مثلا تركيز النوم الاكل اي عمف, اي عنف اي اضطرابات في السلوك مثلا فهم بيجولي على طول يا اما الطفل بيبقى متحول لي مثلا من طبيب الاطفال لان عادة عاده طبيب الاطفال هو اللي بيبقى اكتر واحد متابعه الطفل من الاول يا اما بتحاولي من دكتور التخاطب مثلا يا اما مدرسه او الحضانه بيبقوا مثلا عندهم شكوى معينه حاجات فعايزين يحولوا الطفل عشان الطبيب يتمنوا. المختص يتاكد يعني غير كده 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 في ناس كتير بقى بقت تيجي تعمل تشيك اب زي يعني زي اللي هو يطمنه احنا ماشيين صح ممكن نعمل ايه زياده للطفل إيه. مش محتاج اي حاجه زياده في حاجه عنده مش مظبوطه فبيضطروا ان هم يلجاوا ليكوا بعد كل الخطوات دي بس نورتيني دكتور ده شرفتيني واكيد ان شاء الله في حلقة تانية نتكلم فيها اكتر عن المواضيع دي عشان مواضيع مهمه جدا